قل لا إله إلا الله تزيد من متاعك وحسناتك. لا تحزن، يقول الله: وعزتي لأعطين الذاكرين ضعف ما أعطي السائلين. لا تقنط، اعلم أخي أنه إذا أحبك الله فلن يحبك أحد أكثر منه، وإذا أعطاك الله فلن يعطيك أحد عطية أكرم منه، فمن لك غير الله؟ أخي أخيتي، لا تهتم، لا تغتم، لا تضيق، فقط اذكر ربك وسيزيل عنك أحزانك وهمومك وضيقك. أفيضيق صدرك؟ والله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفتضيق بعد هذا؟ لما لا نذكر الله مع أنها من أسهل العبادات والأعمال، فهي كما روي أنها أفضل من الدعاء. فقط استغفر الله، قل سبحان الله، قل لا إله إلا الله. يقول شفيع الأمة: طوبى لمن وجد في صفيحته استغفارا كثيرا. كن على يقين أنك عن الدنيا راحل، ولنعيمها مفارق، وعن قصورها زائل، ولشهواتها تارك، وإلى القبر نازل، وفي التراب ساكن. فابدأ الآن مع نفسك واستغفر ربك وسبح واذكره. قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اجعل لسانك رطبا بذكر خالقك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. يا رب ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع.